الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله كما تتابعتم معنا اليوم خلال يعني احتفالات الشعب المغربي بسنة 49 سنة لاسترجاع الأقاليم الجنوبية. الحمد لله جامعة المرسى عرفت مجموعة من المشاريع، بين هذه المشاريع وأهم مشروع هو توسعة ميناء المرسى بواحد غلاف مالي قدره 160 مليون ديال الدرهم. طبيعي الحال كما تعرفوا هذا التوسعة جات بناء على طلب مجموعة من المتداخلين بما خاصة بالصيد البحري، الصيد البحري، المراكب ديال الصيد الساحلي اللي كانوا كيعرفون مشكل كبير في الوقت ديال التفريغ ديال المنتوجات ديال الأسماك اللي كانت كتعدى 24 حتى 48 ساعة للتفريغ. دابا الحمد لله بهذا الكاي على حسب المعلومات اللي عندنا انه يقدر ان البحار يجي يدخل الكاي يقدي يفرغ المنتوجات ديالو في اقل من 4 سوايع باش كان نحافظ على الجوده وتمشي المعامل وتمشي الاسواق بجوده عاليه. هذا اولا. ثانيا بطبيعه الحال كما تعرفوا في جامعه المرسى كاينه مجموعه من المشاريع، حتى هي اهم مشروع هو انشاء خط مدري لساكنه مدينه المرسى بواحد غلاف مالي قدره 30 مليون درهم. حتى بطبيعه الحال بنفس طلب ديال الساكنه على اساس انه كانت عندنا إشكالية أنه الخط الرئيسي ولا الطريق الرئيسية دايزة من وسط المدينة، هذا الخط المداري غادي يخلي أن هذه الطريق تعود شرق المدينة وشرق شرق المدينة. بطبيعة الحال كاين عدة مشاريع، بين هذه المشاريع كاين 8 ملايين ديال الدرهم ديال تجديد ديال الإنارة العمومية، كاين عند مشاريع تبليط، كاين عدة مشاريع بواحد غلاف مالي تقريبا ب 25 مليون ديال الدرهم. هي مجموعة المشاريع الصغرى اللي تستفاد منها جامعة المرسى بهذه المناسبة. السعيد مولاي اسماعيل بن عزوز رئيس قسم التقنية والتطوير بالوكالة الوطنية للموانئ ميناء العيون، اليوم كما لاحظتوا فهو يوم مميز في تاريخ ميناء العيون من خلال إعطاء الوفد الرسمي المخلد لذكرى 49 المسيرة الخضراء على انطلاق مشروع توسعة ميناء الصيد بميناء العيون، وهو مشروع هام اللي رصدته الوكالة الوطنية للموانئ أكثر من 210 مليون ديال الدرهم من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية للميناء، بحيث يشمل المشروع إنجاز 450 متر من الأرصفة لفائدة الصيد الساحلي و 204 متر من الأرصفة العائمة لفائدة الصيد التقليدي. والهدف المشروع كما لا يخفى عليكم ميناء العيون هو من أهم موانئ الصيد بالمملكة، واللي جاء هذا المشروع استجابة لتطلعات مهنية القطاع للرفع كما قلنا من الطاقة الاستيعابية للميناء ولتجويد حركة مرور البواخر وضمان سيابيتها في ظروف من الأمن والسلامة من الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة. وهذا المشروع أيضا اللي يمكننا نشير له هو أنه جزء من مخطط استثماري للوكالة الوطنية للموانئ للرفع لتطوير ميناء العيون ولضمان استمراريته في لعب دوره كمنشأة لوجستيكية في خدمة لمواكبة الاستثمارات الهامة للدولة في المنطقة ولضمان مواكبة الاستثمار الوطني الخاص والاستثمار الأجنبي المتزايد في المنطقة، وكل هذا وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة بالمنطقة. شكرا.